بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد تدريبات درس الطرح مع إعادة التسمية، والحلقة رقم 22 في رياضيات الصف الرابع من كتاب التأسيس السليم. أول سؤال بيقول لي أوجد ناتج ميالي، يبقى طرح عادي اللي نقول عليه خوارزمية الطرح يا حنين. طب أول واحدة 0 ناقص 6 ما ينفعش، نستلف من دي مفيش، دي مفيش، دي مفيش، دي مفيش، يبقى نستلف من الستة، الستة تبقى 5. الولاد بقى بيتلخبطوا في الاصفار، نقول لهم ايه؟ الصفر الاولاني هو اللي ياخد 10 كاملة، انما ده وده 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 يبقى كله 9 يا ولاد. اهو كده نطرح عادي، 10 ناقص 6 4، 9 ناقص 3 6، 9 ناقص 0 9 وادي الفاصل، 9 ناقص 1 8، 9 ناقص 2 7، 5 ناقص 3 2. واحدة كمان 0 ناقص 5 ما ينفعش، نستلف من دي يبقى ده 0 وده ياخد 10، 10 ناقص 5 5. طب 0 ناقص 1 ما ينفعش، الزيرو اللي جنبه معهوش، نستلف من دي تبقى دي 8، والزيرو ده يبقى كام؟ 10، والزيرو ده هو اللي يبقى كام؟ 9، 10 ناقص 1 9، 9 ناقص 9 0 ودي الفاصل، 8 ناقص 4 4، 8 ناقص 3 5. وهسيب لك اللي بعدها. نيجي للسؤال ده جميل، قدر باستخدام قواعد التقريب. طب عايز انهي نوع يا عم وانا بقدر؟ قال لي لأقرب 1000. طب نعملها ازاي يا ولادي؟ تعلمهم نقرب دي لأقرب 1000 ودي لأقرب 1000 فوقيها. طيب الألوف هنا كام؟ 7، يبقى نحط 3 أصفار، التلاتة ما بتديش، يبقى نعتبر دي 7000، نحط 3 أصفار، الاتنين ما بتديش تبقى 4000، 7000 ناقص 4000 يبقى الإجابة التقديرية 3000، والإجابة أهي نمرة باء. طب واحدة كمان لأقرب 1000، نقرب دي فوقيها 3 أصفار ودي الفاصل، الآلاف 8 3، التسعة تديها 1 يبقى 4000. طب نيجي لدي، نحط 3 أصفار وادي الفاصل، الألف 1 والاتنين ما يديش يبقى 1، 4000 ناقص 1000 يبقى الإجابة 3000 بعد التقدير، يبقى الإجابة نمرة دال. الإجابة نمرة إيه؟ دال. اللي بعده نقدر دي الأقرب 1000 ودي الأقرب 1000، آدي 3 أصفار وادي الفاصل، الألوف 8، 7 تديها 1 تبقى 9، ادي 3 أصفار وادي الفاصل، الالوف 3 والاربعه ما تديش تبقى 4000. طب 9000 ناقص 4000 تبقى الاجابه 5000، الاجابه نمره باء. واحده كمان نحط 3 أصفار وادي الفاصل، 8 تدي للسته تبقى 7، 3 أصفار وادي الفاصل، 5 تدي لواحد تبقى 2، اطرحهم يبقى الاجابه 5000، يبقى الإجابة نمرة إيه؟ الإجابة نمرة جيم. يبقى المستر عمل إيه؟ عمل تقدير لكلهم وبعد كده طرح عادي. السؤال المعتاد بتاعنا هنا الإجابة الدقيقة وهنا الإجابة التقديرية يا زياد. يلا مع بعض كده نشوف هنعمل إيه. يلا أول واحد هنجيب الإجابة الدقيقة، 5 ناقص 3 2، نرجع تاني، 5 ناقص 3 2، 2 ناقص 1 1، 7 ناقص 2 5، دي الإجابة مين؟ الدقيقة أو الحقيقية يا فوزية. لأقرب 100 يبقى نحط 0، وشرط عندي المئات الاتنين ما تديش تبقى 7، حط 0، وشرط عندي المئات الواحد ما يديش يبقى 2، اطرح تبقى الإجابة 500. واحدة 500 دي مزيفة، واحدة حقيقية 512، يبقى التقدير ماله؟ التقدير مقبول والتقدير معقول، لأن الفرق بينهم قليل ما هوش كبير. واحدة كمان لأقرب 10 نعمل إيه؟ نطرح عادي، 9 ناقص 2 7، 7 ناقص 1 6، 5 ناقص 1 4، دي مين؟ دي الإجابة الدقيقة. طب لأقرب 10 0، وشرط عند العشرات التسعة تدي 1، يبقى هنا 8 وهنا 5، 0 وشرط عند العشرات الاتنين ما تديش يبقى هنا 11، اطرح يا مستر 0 وهنا 7 وهنا 4، دي 470، دي 467،
ده الفرق 3، يبقى التقدير مقبول، يبقى التقدير معقول. ليه؟ لأن الفرق قليل. ونيجي لواحدة كمان، مسألة لفظية، نهر عرضه 7425 سنتي، النملة ما سبحتش غير 3000 وي، وهو 7000 وي، والراجل بيسأل على الباقي. هنشطب كلمة ما ونكتب العنوان، الباقي بيساوي، ونطرح مين؟ الكبير اللي هو 7425 ناقص 3275. طب دول 4 أرقام ودول 4 أرقام، ربما أغلط يا مستر. المستر عامل لك مسودة، أدي الكبير أهو نكتبه من هنا، أدي الفاصل وأدي 7، والصغير يكتب تحته، بحيث كل رقم تحته رقم يا ولاد. وأدي الناقص، 5 ناقص 5 زيرو، 2 ناقص 7 ما ينفعش، تبقى دي 3 ودي 12، اطرح يبقى 5، هنا يبقى 1 وأدي الفاصل، 7 ناقص 3 4، يبقى الإجابة النهائية كام؟ 4150. يبقى المستر يكتب 4150 والتمييز بالمتر. واحدة كمان، مستعمرتين نمل، ادي الاولى وادي التانية، وعمه بيقول كم يزيد؟ التانية بتزيد قد ايه عن الاولى؟ يبقى العنوان اسمه ايه؟ الزيادة. طب ممكن اكتب الفرق؟ ايوه. طب ممكن اكتب الباقي؟ ايوه. التلاتة بمعنى واحد، ونطرح الكبير ناقص الصغير، ونروح المسودة. المسألة إيه اللي بعدها؟ هي المسألة الأخيرة، مستعمرة النمل فيها عدد النمل ده، ومستعمرة أخرى فيها العدد ده، وعمه بيسأل على الفرق. نشطب كلمة ما ونكتب العنوان الفرق، ونطرح الكبير ناقص الصغير. مين الكبير يا مستر؟ 255 ألف، ناقص الصغير 6200. ونروح فين؟ المسودة. أبدأ بمين؟ بالكبير، ونرصصه رقم رقم، والصغير يجي تحته 0 0 2.6، وادي الناقص، 0 ناقص 0 أهو، وهنا 0. طب 0 ناقص 2 ما ينفعش، تبقى دي 4 ودي 10، 10 ناقص 2 8، وادي الفاصل، 4 ناقص 6 ما ينفعش، تبقى دي 5 ودي 14، 14 ناقص 6 8، والخمسة تنزل والاتنين تنزل، وتبقى الإجابة كام؟ 200. دي كام يا ولاد؟ دي 4، دي 4، لأن إحنا استلفنا منها إيه؟ 1، يبقى دي 4 ودي 4، وننزل ال24، دي 4 أهي تنزل زي ما هي، يبقى الإجابة النهائية 248 و800. طب التمييز؟ التمييز نملة. خلصت المسألة اللفظية، يا رب الدرس يكون بسيط وسهل بإذن الله يا ولاد.